السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، اخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم للكرة المغربية بالدرجة. أولا بغيت تحدث مع الأخوان ديالي، هو الفيديو الأخير اللي حطيت فيه تدوينة ديال قناة الشروق واللي فيها الصحراء المغربية مبثورة عن المغرب ديالها. ها تدوينة هي ما كتعبرش عن الرأي ديالي والفيديوهات ديالي بالمئات اللي كيعبروا على التوجه ديالي في هذه القناة هذا وبالمغربية ديالي، رغم أن بعض إخوان لهذا السبب شكوا في الوطنية ديالي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى على أنكم تقبلوا الاعتذار ديالي وأن الإخوان اللي هاجموني ويفهموا على أن التغريدة كانت لسبب أنني نوصل لكم المعلومة لا أقل ولا أكثر. كما كنقولوا وكما شعارنا في القناة، عاش المغرب لا عاش من خانه، أكرر عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله، نمر إلى العناوين. الجزائر تعلن استئناف مناوراتها في الاتحاد الإفريقي ضد مغربية الصحراء. بريطانيا تعود من جديد بخبر رائع لكافة المغاربة. الجزائر تستعد لتوجيه اتهام خطير قديم جديد ضد المملكة المغربية لهذا السبب. من قلب المكسيك صفعة جديدة قوية للصنادلية. بعد أزمة الأكسجين والحرائق، الجزائر تعيش وضعا مقلقا جدا بفعل حشرة سامة. مباراة الجزائر وبوركينا فاسو تفضح العصابة وتخرج الشعب الجزائري عن صمتها. المملكة المغربية توجه صفعة قوية للسيسي. حينكة المملكة المغربية تعطي الدروس. تدريب حول الألغام تجمع القوات الأمريكية والمغربية بالقنيطرة. بعد دخول تركيا على الخط، تحركات الصنادلية أصبحت في جيب القوات المسلحة الملكية. عاجل بعد عودة العلاقات، إسبانيا تتهجم على المملكة المغربية وتعترف المغرب يمتلك سلاحا نوويا. خبر صار لكافة المغاربة، تلا الدول الأوروبية تستعد للاعتراف بمغربية الصحراء. استعاد ملف الصحراء المغربية صدارة أولويات الدبلوماسية الجزائرية مباشرة بعد تعيين رمطان العمامرة وزيرا للخارجية، وهو الرجل الذي تقرر الاعتماد عليه لتدارك الفشل الذي لحق حقبتي عبد القادر مساهل وصبري بوقدومة. التعليمات الصادرة إلى الفريق الدبلوماسي الجزائري تركزت على ملف الصحراء المغربية، ولعل أبرزها بل أغربها تكليف مبعوث جزائري بملف الصحراء، ويتعلق الأمر بعمار بلاني الذي حمل صفة المبعوث المكلف بالصحراء المغربية ودول المغرب العربية ويشتغل تحت إمرة رمطان العمامرة. وبعد هذا التعيين المثير للاستغراب، أعلن الدبلوماسي الجزائري يحيى زبير أمس الثلاثاء أن المعركة القادمة لدبلوماسية بلاده في الاتحاد الإفريقي ستتمحور أساسا حول مسألة انضمام إسرائيل كعضو مراقب وقديس الصحراء. ففي حديثه مع أحد الصحف صرح يحيى زبير أن الدبلوماسية الجزائرية قوية ستدفع بالتأكيد عدد من البلدان لمشاطرة موقفها المبدئي بين مزدوجتين، ثم قال إن استئناف الدبلوماسية الجزائرية بمنطقة شمال إفريقيا وخارجها سيضفي بالتأكيد إعادة ترتيبات جيو استراتيجية. وردا على السؤال حول قرار الجزائر بقطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب، قال إن هذه المقاطعة كانت حتمية وضرورية. كما استرسل قائلا امتنعت السلطات الجزائرية عن الرد عن الاستفزازات المعادية للنظام المغربي، سيما من طرف وزير الشؤون الخارجية سيد ناصر بوريطة وسفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، والذي أظهر عداء غير مسبوق تجاه الجزائر حسب زعمه، عداء تجاوز كل ممارسات دبلوماسية حسب كتبه. أعلنت شركة التنقيب عن الغاز البريطانية كاير هوت ليميتد توقيع عقدا مع شركة ساتانا دريلينج ابتداء من دجنبر 2021 لتنفيذ عملية التنقيب في حقل إنجويس الواعد الواقع قبال مدينة العرائش شمال المملكة المغربية، ويقدر احتواء الموقع على 1 تريليون قدم مكعب من الغاز. الحفر سينطلق شهر دجنبر القادم بواسطة منصة الحفر ساتانا دون، وسيستغرق حوالي 40 يوما. إن
اندلعت أمس الثلاثاء حرائق عديدة في محطات تيزي وز وشلف وعين الدفلة وتباز وجيجل وفق بيان للحماية المدنية الجزائرية. وتمكنت وحدات فرقة الانطفاء من السيطرة على هذه الحرائق فورا اندلاعها حسب البيان بين مزدوجتين. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في وقت سابق عن عزمها اقتناء 4 طائرات برمائية قاذفة للمياه متعددة المهام روسية الصنع من نوع B200 عقب الحرائق الكبيرة التي اجتاحت أزيد من 25 ولاية شهر غش الماضية وأودت بحياة 69 شخصا. فهل ستتهم الجزائر المملكة المغربية من جديد بافتعال هذه الحرائق؟ بدأت بوادر تقارب المكسيكية المغربي تلوح في الأفق، حيث استأنف المكسيك استيراد الفوسفات من الصحراء المغربية. وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن شركة إينوفوكس تسلمت شحنة جديدة من صخور الفوسفات المستخرج من الصحراء المغربية في منشأة الواقعة في ميناء باجاريتوس البحري بميناء كواتاسو أكسو ألوكوس. وفي 24 غشت رسلت ناقلتين قادمتين من العيون إلى المكسيك تحملان على التوالي 33,000 و55,000 طن من الفوسفات، ويرتقب خلال الأسبوعين المقبلين وصول سفينة أخرى من صخور الفوسفات من مناجم المكتب الشريف للفوسفات في الصحراء. وتضع كمية الفوسفات هذه حدا لتعليقات استيراد الفوسفات من شركة إينوفوس والتي اتخذت في 2 يوليو 2018، حيث أعلنت آنذاك أنها لن تشارك بشكل غير مباشر بعد الآن في سلسلة توريد المواد الخام للفوسفات الصخرية من منطقة الصحراء المغربية في إفريقيا. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية استأنفت بدورها استيراد الفوسفات من الصحراء، وغادرت السفينة الأمريكية أميس إيس وعلى متنها شحنة من الخام من ميناء العيون في نهاية يوليوز متوجهة إلى فيرجينيا. وكما هو الحال في المكسيك، سبق للأمريكيين أن قرروا في غش 2018 وقف استيراد الفوسفات من الصحراء المغربية. رافق استئناف تصدير آلاف الأطنان من صخور الفوسفات إلى المكسيك انفراج سياسي في العلاقة مع المملكة المغربية. ومن 8 إلى 18 شتنبر ستسافر وحدة من الميداليين من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى مكسيكو سيتي للمشاركة في العرض العسكري الذي سيتم تنظيمه يوم 18 شتنبر بمناسبة عيد الاستقلال. بعد أزمة الأكسجين والحرائق الأخيرة التي أتت على غابات شاسعة بمنطقة القبائل وأوضاع اجتماعية مزرية أخرى، تعيش الجارة الشرقية الجزائر منذ أيام مضت على وقع حالة من القلق والرعب الشديد بعد استقبال مستشفياتها لأعداد كبيرة جدا من المصابين بلسعات بعوض النمر التي انتشرت في العديد من الولايات الجزائرية. صحيفة الشروق أكدت أن مناطق عديدة في الجزائر شهدت انتشارا واسعا لهذا النوع من البعوضة، حيث اشتكت عائلات عديدة في بلدة القبة جسر قسنطينة دريا وشراقة من انتشار هذا الصنف من البعوضة الذي يتكاثر بشكل مخيف في المناطق التي تتواجد بها المياه الراكدة والحدائق والمسابح. ذات المصدر أوضح أن من بين الأعراض التي تتسبب بها لسعات هذه الحشرة السامة انتفاخ مكان اللسع وحكة شديدة جدا والتقيح، فضلا عن الحمى والتعرق أحيانا، ولا تزول الأعراض إلا بتناول مضادات الحساسية، وإن تفاقمت الأعراض يتم وصف المضادات الحيوية. الشعب الجزائري تغيرت نظرته كليا إلى المملكة المغربية بعد التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الجزائرية الرسمية التي اضطرت إلى نقل صورة بعثة المنتخب الجزائري في المملكة المغربية كما هي، ولم يعد لها مجال للتزييف أو تغيير الحقائق. الشعب الجزائري اكتشف بالصدفة وغير غير العادة عبر منابر بلده الإعلامية جودة أرضية ملعب مراكش والطرقات، واكتشف روعة فندق إقامة المنتخب الجزائري وحفاوة استقبال المسؤولون المغاربة والأمن والأمان والاستقرار التي تنعم فيه المملكة المغربية. وأغلب تعليقات الشعب الجزائري تغيرت حين عبرت عن إعجابها وانبهارها بالبنية التحتية التي يمتلكها جارهم وشقيقهم المغرب، وقارنوها بالبنية بلدهم البترولية، وهناك من قارنها بأوروبا.
علما أن الملاعب فقط مجال بالصدفة، ممكن أن نقيس عليه باقي المجالات التي يتفوق فيها المغرب على جاره الشرقي. هذا هو اكتشف الشعب الجزائري لماذا تبون وشنقريحة يصر على عدم فتح الحدود مع المغرب، لكي لا يروا المغرب يتقدم، لكي ينقل لهم الإعلام المصور وأخبار المغرب كما يريد النظام أن يراها الشعب الجزائري، لكي يبقى المغرب أيادي خارجية يهدد استقرار الجزائر، لكي لا يتأكدوا بأم أعينهم أن المغرب هو القوة الإقليمية الحقيقية وليس البروباغاندا والأسطوانة المشروخة التي يتغنى بها نظام العسكر لتنويم الشعب. فشكرا لبوركينا فاسو. بعدما قامت دولة مصر الأسبوع الماضي بالتهليل والتطبيل عند توقيعها مع شركة صينية لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي قالت أنها ستكون بذلك المصنع رقم واحد في إفريقيا والشرق الأوسط بدل المملكة المغربية من حيث صناعة السيارات الكهربائية، وجاء سيد الحفيظ العالمي وزير الصناعة صفعة قوية مدوية لمصر، بحيث قام بإطلاق قنبلة الموسم وهي عبارة عن مشروع ضخم مع شركة أوبيل العالمية والتي تقوم بصناعة سياراتها الكهربائية بالمملكة المغربية بمصانع بيجو وبالتحديد بمدينة القنيطرة، والتي سيتم تصنيع فقط كمرحلة أولى 700 ألف سيارة سنويا والتي سيتم توجيهها للأسواق الأوروبية. حنكت المملكة المغربية تتجلى في أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بالتخلص التدريجي من السيارات القديمة والتي تطلق عوادمها دخانا كثيفا ابتداء من الموسم المقبل، وستقوم بدعم الأشخاص المقبلين على اقتناء السيارات الكهربائية، مما سيتيح للمغرب زيادة في صادرات السيارات وبالتالي زيادة في العملة الصعبة. حنكة المملكة المغربية لم تتوقف عند هذا الحد، فالمشروع المصري سيبتدأ في النصف الثاني من الموسم المقبل، أما المشروع المغربي بعد فقط شهر تقريبا من الآن، وبذلك فالمغرب سيبقى على رأس صناعة السيارات في إفريقيا والشرق الأوسط. جمعت تدريب عسكرية حربية وإنسانية حول إزالة الألغام كل من القوات البحرية الأمريكية والقوات المسلحة الملكية المغربية بالقرب من مدينة القنيطرة نهاية غوش المنصرمة. وكشفت صفحة فارماروك الغير رسمية المهتمة بنشر أخبار الجيش المغربي أن مشاة البحرية الأمريكية وبحارة وأعضاء الحرس الوطني في يوتا عملوا إلى جانب جنود القوات المسلحة الملكية بالقرب من مدينة القنيطرة. وحسب المصدر نفسه فإن التدريبات جاءت في إطار الأعمال الإنسانية المتعلقة بالألغام 2021 والتي تمت من 3 أغشت إلى 30/2021، وتركزت الدورة على الأعمال المتعلقة بالألغام الإنسانية على تنفيذ فترة تدريب لتدريب المدربين تعمل على تطوير مهارات القوات المسلحة من أجل تدريب أفرادها استعدادا للعمليات المستقبلية. تحركات الصنادلية أصبحت في جيب القوات المسلحة الملكية، حيث بعثت القوات المسلحة الملكية استعدادا لاستقبال طائرات تركية مقاتلة من طراز بيرقطار تيبيدو عدد من الطيارين العسكريين إلى تركيا منذ الرابع من شهر شتنبر الجارية لأجل التدرب على قيادة هذه المقاتلات التي يتحكم فيها عن بعد. ونقلا عن موقع لوديسك فإن الطيارين المغاربة يتدربون في تركيا إلى جانب طيارين من الجيش القطري على قيادة الطائرات بدون طيار بيرقطار تيبيدو ومعدتها الأرضية التي تم طلبها مؤخرا من أنقرة. وكان المغرب قد بدأ فعليا في تجهيز الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي يرتقب أن يستعملها في تسيير الطائرات بدون طيار بيرقطار تيبيدو التركية التي ستعزز القوات الجوية للقوات المسلحة الملكية بعد مفاوضات بدأت سنة 2019 وتوجت بالموافقة على بيع 13 درون. كتب الصحفي مانويل دومينيغيز رومينيو أمس الثلاثاء عبر الموقع اليساري دياريو 16 موضوعا حول إعادة العلاقات مع إسرائيل بعنوان قد يكون لدى المغرب بالفعل سلاح نووي. جاء فيها المغرب يمنح التحالف مع إسرائيل إمكانية الوصول إلى ترسانة الدولة العبرية وهي واحدة من أكثر الأسلحة تقدما وفتكا في العالم والتي من شأنها أن تعرض الدولة الإسبانية لخطر جسيم كما نشرنا في دياريو 16.
تكثيف العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل في الأشهر الأخيرة، حتى وصل إلى دعوة رسمية من بنيامين نتنياهو للملك محمد السادس لزيارة الدولة العبرية في المكالمة الهاتفية التي أجراها زعيمي الدولتي، هنأ كل منهما الآخر على استئناف العلاقات بين البلدين وتوقيع إعلان مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. قام من خلاله بإضفاء الطابعة الرسمية على العلاقات الدبلوماسية بينهما. وفي الآونة الأخيرة حسب الكاتب، تمكن المغرب من الحصول على سلسلة من الطائرات الحديثة المجهزة من طرف إسرائيل والمخصصة للحرب الإلكترونية، وأجهزة معدة لاستعادة البيانات وتحليلها من أنظمة الدفاع، مما سيتيح للمغرب بالحصول على معلومات حساسة حول الأنظمة الدفاعية الإسبانية والوصول إلى السلاح النووي الفتاك الإسرائيلي، هذا إن لم يكن قد وصل إليه بالفعل. وقعت مجلة جون أفريكا الفرنسية أن تعترف بلدان أوروبية بسيادة المغرب على كامل صحرائه، على غرار الاعتراف الأمريكي في آخر أيام ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. وحسب جون أفريكا، بالنسبة للمغرب فإن الدبلوماسية تدرك تمام الإدراك بأن طريقا فتح أمامها بعد الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية. ووفق ذات المصدر الإعلامية، فإن عدد من الدول الأوروبية بما في ذلك بولونيا فرنسا وربما إسبانيا سينتهي بها الأمر إلى السير على خطى القرار الأمريكية، أو على الأقل دعم موقف المغرب داخل الأمم المتحدة. ولافتت مجلة جون أفريكا في مقال نشرته في المرحلة الأولى على موقعها الإلكتروني إلى أن السلطات الجزائرية تلقت صفعة مدوية مع الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على كامل صحرائه. واعتبرت المجلة ذات البعد الإفريقية أن السلطات الجزائرية تدرك جيدا أنها منيت بانتكاسة كبرى، بل تلقت صفعة مدوية مع قرار إدارة ترامب الذي أكدته إدارة جو بايدن. وفي هذا المقال تطرقت المجلة الإفريقية أيضا إلى تعيين الأمم المتحدة للممثل الخاص الجديد للصحراء ورئيس بعثة المينوس الروسي ألكسندر إيفانكوف الدبلوماسي المحنك وفق تعبيرها. ويجر إيفانكوف من وراء خبرة 30 سنة في الشؤون الدولية وحفظ السلام والصحافة، وشغل سابقا منصب مدير الإعلام لبعثة الأمم المتحدة في كوزوفو ما بين 2006-2009، والمتحدث باسم الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك 1994-1998. وبدأ إيفانكو حياته المهنية في الصحافة كمراسل لإحدى الصحف الروسية في أفغانستان والولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل منصب كبير المستشارين للممثل المعني بحرية وسائل الإعلام في منطقة الأمن والتعاون في أوروبا ما بين 1998-2005. إخواني، إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى لأن أثنى الإعجاب ديالكم. ما تنسوش شاركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعموا زر إعجاب باش نواصل قدما إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، إلى حلقة غدا إن شاء الله.